هالشعب اللي كتير بيشبه لبنانية يعني بيشبه لبنان، بيح محبته للحياة مش جميل، انتو ناس حلوين وهيدا الشيء ما بنشوفه دايما. المغاربة والمغرب كتير بيشبه لبنان بشكل الحياة اللي هو فيه، فأنا حس حالي ببيتي وهيدا الشيء بفرحني. أول شيء نوع الموسيقى المغربية هي أصلاً بتعجبني، والفنانين كلهم وسعي الفنانين المغاربة إنهم يروحوا على العالمية، وأنتوا قادرين توصلوا للعالمية، وهيدا التعاون القريب رح تحبوه الله راد بين أنا والفنان المغربي. أنت محتالي منتبه على بشرتك كتير، هيدا الأهم، لأنه إذا كانت بشرتك حلوة anything you put on your skin it will glow، إذا لا ما ببين. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وأبوني لاشين يوتيوب.